بالنسبة للفادي احنا بنتكلم انه على اساس الغفران يعني له اساس، وانت ذكرتي الفادي، اذا ممكن هيك سريع يعني بشكل بس حتى لو تذكري بس الفكرة خلال الدقيقتين. فكرة الفادي ان هو ما ينفعش ان اللي يكون ممثل ليا في ان هو يعيد العلاقة مرة تانية مع الله ان هو يكون ذبيحة حيوانية. وفكرة فديناه بذبح عظيم ما بيتكلموا عنها المسلمين في سورة الصفات ان هي بيتكلم على خروف الأضحى الفدا المفروض انه إسحاق او إسماعيل. احنا مش بنتكلم عنها بالشكل ده هوت لان مش هينفع ان الخروف يتقال عليه عظيم، لكن هو وفي شرح الآية ده هيت بيتكلم على حاجة أكبر من إن هو يكون خروف. والكتاب بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فبالتالي الذبيحة الحيوانية لا تمثل الإنسان لأن الحيوان أقل رتبة من الإنسان. تاني حاجة الإنسان العادي ما ينفعش إن هو يكون بيتحمل الخطية بتاعتي لأن هو أريد هو أصلا عنده خاطي. لكن ولا ينسى ولا ينفع إنسان بار لأن مهما كانت الإنسان ما فيش ولا بار وليس ولا واحد. ما ينفعش يكون ملاك ولا مخلوق سماوي لأن الإنسان ترفع فوق الملائكة والكائنات السماوية علشان كده هوت لازم يكون هذا الفادي لازم يكون إنسان لازم كامل. يكون إنسان كامل يكون بلا خطية يكون يقدر إن هو يرفع خطيتي وخطيتك ويكون هو قادر على إن هو يقيم نفسه من الأموات معلهوش دين مش مولود تحت الدينونة. وعلشان كده ما تلاقي المسيح اتولد من امرأة ولم يولد من رجل علشان الناس اللي بيجي من الرجل بيدخل في الخطية وكان هو الإنسان البار الذي بلا خطية. وكفارته مش بس بكفر عن الإنسان كإنسان كامل ولأنه جاء من السماء يقدر أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية. هو الوحيد الذي يستطيع أن يشبع وأن يرضي قلب الله، وهذه كلها استكملت واستجمعت في شخص واحد اللي هو يسوع المسيح.